الماشين انا ما استفدت منها لحد هلا مزبوط. شو اللي عملته؟ عملت حركه، بس عملت حركه لحالها ما بتكفي. ليش؟ وكل اللي عملته تغلبت على فريكشن. ايش بدي استفيد من الماشين؟ شو هدفي من الماشين؟ بدي احرك شيء معين. شوفوا شو راح نعمل. راح نيجي نطلع على هذا من هون. لو جيت اطلعت عليه من هذا الاتجاه من هون، يعني عملت فيو بهذا الاتجاه، هي هون راح ارسم الفيو اللي بشوفه من هون. راح اجي اقول هي السله والماجنتيك فلكس على فكره نازل هيك مزبوط، والحركه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه عم بتصير. راح اجي احط هون بولي وراح اربط سلك او حبل بهذا السلك بهذا الكوندكتر واير من هون، وراح احط عليه ماس وطبعا الجرافيتي بهذا الاتجاه. هلا هيك مش بقدر اصير اعمل شغل مفيد. ما بينفعش الافيشنسي. شو الافيشنسي تبعت هذا السيستم هلا؟ زيرو. في الوضع الحالي مش عم بعمل شيء. فري انيفيشنت ماشين هاي، عم بتغلب على فريكشن، ما استفدت، ما اعطانيش شيء شعور مفيد الي. حتى ابدا استفيد من هاي الماشين، حتى احول الطاقه الكهربائيه هون لطاقه مفيده مثلا طاقه وضع وطاقه كينيتيك انرجي راح تصير في هاي الماس، راح ابدا ارفع هاي الماس. فلما هذا السلك بده يتحرك بهذا الاتجاه، شو راح تصير تتحرك الماس هاي؟ للاعلى. للاعلى مش هيك؟ وشو راح تصير الفورس اللي على الماس هاي؟ لما اوصل ستيدي ستيت كونديشنز، لما الاكسلريشن يصير زيرو مظبوط، وهو في اكسلريشن شو راح تكون عليها؟ ام في اي بلس مظبوط، مش هيك الترانزيانت. وانا بسارع في هذا قديش راح تكون التنشن في الحبل هذا؟ ام في اي بلس او ام اي بلس ام جي مظبوط؟ هلا ام جي بأثر عليه بهذا الاتجاه، انا بدي ارفعه لفوق، اسارع لفوق. لو انا بديش اتسارع ايش لازم يكون التنشن في الحبل؟ ام جي مظبوط. التنشن في الحبل هتكون ام جي. اذا كان بدي اوقف، هي عندي ماس هون، انا ماسك الماس والماس ما بتتحرك، قديش انا عم باثر عليها بفورس مقدارها قديش؟ ام جي للاعلى مظبوط. والجاذبيه بتاثر عليها ام جي للاسفل. طيب اذا هذا هلا بدي ابدا اخليه يتسارع لفوق مش لتحت، بدي ازيد مش هيك؟ فبدي احط ام جي زائد ام. بس انا رح ادرسه الاندر ستيدي ستيت كونديشنز. لما بدرسه اندر ستيدي ستيت كونديشنز، لما بوصل ستيدي ستيت عماله بيرتفع معي بسرعه معينه، شو رح تصير ايه؟ اذا الان بدي هاي الماشين تعمل شغله اضافيه، بدها تتغلب على الفريكشن مقداره 20 نيوتن، بدها تعطيني الماس هاي، ترفع الماس هاي على كونستنت سبيد، بدها ترفعها على كونستنت سبيد. فرح يصير عندي الان الفورس اللي رح تصير تنشن هون، الفورس بدها تصير الفورس تبعت الفريكشن زائد ام في جي. اوكي، والماس اللي راح ارفعها هون راح اخذ ماس مقدارها، انا قلت لكم هاي فيكتيشس ماشين مش مشكله، هاي فيكتيشس ماشين بس عمال بنفهم منها المبادئ الموجوده. ما راح اجيب انا سلك طوله 10 متر وصعب اني احط هون 0.1 تسلا وامدها للابد. في ماشين هيك راح تكون لينير ماشين، او ممكن في اشياء شبيهه. ايش في شيء شبيه ممكن يمتد لفتره طويله؟ تمام، اي نوع من القطارات؟ الماجنتيك ليفيتيشن. في عندنا ماجنتيك ليفيتيشن ممكن اعمله بهذا الاتجاه، ممكن اني ارفع القطار على الماجنتيك ليفيتيشن، ممكن اعمل له جايدنس، لاترال جايدنس على بالماجنتيزم، وممكن اعمل له بروبلشن كمان على الماجنتيزم. هاي هون بتشبه فكره البروبلشن ماجنتيزم، بس احنا هون بنقول هذه فيكتيشس ماشين. اذا هلا لو بدي اخذ الماس هاي تكون 3 كيلو جرام. اذا هون الماس ايش كانت؟ 0 كيلو جرام بالحاله هاي. لو بدنا نيجي ناخذ الماس الان 3 كيلو جرام، بدي اطلع قديش السرعه من هون، قديش الفورس؟ طبعا هاي ستيدي ستيت فورس مش ترانزيت، ستيدي ستيت. قديش بدها تصير؟ بده يصير في عندي 3. قديش ام جي بالحاله هاي؟ 3 في 10. لو فرضنا جي 10 راح تكون عندي 3 في 10 30، 30 زائد الفريكشن فرضناها سبيد اندبندنت، فراح يكون 20 زائد 30 50 نيوتن. نطلع ايش السرعه اللي بتقابل هذه. نفس الطريقه هلا راح نيجي نعمل هون الفورس. احنا جينا قلنا الفورس بتساوي اي في ال في بي، ال في بي كونستنت مش هيك؟ فبصير عندي 0.1 في 10 1، فاي رقميا بتساوي، ليش قلت رقميا؟ لان هاليونتس مش متساويه مظبوط؟ بس رقميا اي بتساوي اف، فراح تصير عندي اي في الحاله هاي بتساوي 50 امبير. إذا صارت عندي اي 50 امبير بقدر أطبق القانون اللي هو في 120 بتساوي اي اي ار اي زائد في باك ام اف. عندي 120
اي 50 قديش ار اي؟ 0.3 زائد في باك ام اف. اذا في باك ام اف شو بتساوي؟ 120 ناقص 50 في 0.3 15 بتطلع بصير عندي 105 والوحده تبعتها فولت. اذا عرفت الباك ام اف، الباك ام اف شو بقدر اطلع منها؟ السرعه. تمام، نفس الشيء عندي في ال هون 0.1 في 10، فرقميا في بتساوي نفس رغم انه هاي متر بير سكند وهاي بس رقميا مساويه، فبصير عندي في كسرعه بتساوي 105 متر بير سكند. اذا رح نحطه الان هون 100، هاي اي سرعه؟ اذا بدك تحط هون ستيدي ستيت، شو بنستنتج من هاي الاربع ارقام هذول؟ لما كانت الماس زيرو كان بس عندي الفريكشنال فورس، ايش السرعه اللي وصلتها؟ 114 متر بالثانيه. لما صار عندي فورس هون 50، ايش صار بالسرعه؟ نزلت السرعه من هون، فنزل الباك ام اف، فقدرت اسحب كرنت اعلى، وانا بدي كرنت اعلى شوي. ليش بدي كرنت اعلى؟ لانه الكرنت راح يولد لي، ايش راح يولد لي الكرنت؟ فورس، مش هيك؟ راح يولد لي فورس تتغلب على ال 50 من هون. طيب لو جينا هلا غيرنا واخذنا ماس اكبر، هلا راح نرسم من هذا كيرف، كيرف بين مين ومين؟ إذا ناخذ نفس الشيء هلا لو جينا غيرنا الماس، راح ناخذ الماس بدل 3 كيلو جرام، راح اخذ الماس الان 8. بعدين راح اخذ الماس 12 كيلو جرام. إذا اتبعنا نفس الطريقة من هون راح يكون عندي 8 في 10 80 زائد 20 100 نيوتن. طبعا انتبهوا بالامتحان ما تحط لي كوانتيتي بدون يونت، ايش بتخسر؟ هي معك ميكاترونكس، ايش بتخسر؟ علامة. كل يونت رايحه بتضيع عليها علامة، ما تحط اسحب تحط يونت بدون رقم بدون يونت. انا حاطط اليونت هون، بس اذا انت حاطط الحاله بدك تحط اليونت هون. هلا ايش بيطلع معي السرعه؟ بنفس الطريقه بناخذ 100، فالكرنت رقميا راح يكون مساوي للسرعه، مش هيك قلنا؟ عندي هون هيها هاي اي، بتطلع معي اي تساوي فورس، فاي رقميا راح تساوي 100 امبير. 100 امبير، راح اضرب الان 100 في 0.3 زائد الفي باك اي ام اف بتساوي 120. صارت عندي الفي باك اي ام اف شو بتساوي؟ 120 ناقص 30 90 فولت، ومنها بدي اطلع السبيد، فالسبيد رقميا بتساوي 90 متر بير سكند، فبصير عندي هاي 90. وبدون ما ادخل بالحسابات للحاله الاخيره تطلع معي الحاله الاخيره الرقم تبعها 75 متر بير سكند. وهون عندي راح تكون هاي 13 في 10 130 و20 150 هذه نيوتن. اوكي نطلع عن هان على هذا الكيرف.